آيات من هدي القرآن تخفى عن فهم الأذهان، تحتاج سنات تبيان، فسرها صح، فسر بالعلم الوهاج، وانطق قولا بالمنهاج، وانشره نورا وسراج، فسرها صح، فسرها 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 صح. القرآن الكريم كتاب هداية، وهو روح وحياة ونور وضياء وشفاء ودواء، فوجب على الأمة تعظيمه والإقبال عليه، ومن تعظيمه فهم آياته ومعرفة معاني ألفاظه على الوجه الصحيح الذي يريده منزله جل وعلا. فسرها صح إثارة شيقة للروح والعقل للعودة للقرآن وفهم معانيه، إنه كلام رب العالمين فلنعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فسرها صح، هذا البرنامج اللي يهتم بمعاني القرآن الكريم، لأنه في بعض المفردات الناس فاهمينها بشكل خاطئ. مهمتنا أننا نسأل عن المعنى الصحيح لهذه المفردات. سؤال اليوم، قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ما المقصود بكلمة العفو؟ فسرها صح. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ما المقصود بكلمة العفو؟ العفو طبعا هو الشيء الحلال أو الطيب، هو ده العفو. العفو يعني الكرم ولا الطاعة، الرحمة الإنسانية. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ما المقصود بكلمة العفو في الآية الكريمة؟ يعني يعني يعطيها كذا للصدقة يعني. فعلا الجواب صحيح. فسرها صح. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، إذن المقصود بكلمة العفو هو الفضل والزيادة وليس التجاوز والمغفرة. بكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج فسرها صح، نشوفكم في حلقة مقبلة، في أمان الله. آيات من هدي القرآن تخفى عن فهم الأذهان، تحتاج سنات تبيان، فسرها صح، فسر بالعلم الوهاج، وانطق قولا بالمنهاج، وانشره نورا وسراج، فسرها صح، فسرها 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 صح.